فيديو النهاردة كلام مهم جدا 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 لأي حد هيشتغل في البورتري، وشوية من رسومات الطلاب بتوعي اللي عملوها في كورس البورتري. استنوني وما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة، لايك وشير للفيديو، واكتبوا لي كومنت من كومنتاتكم بتساعدني، وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. النهاردة هنتكلم كلام مهم قوي عن البورتري، وأي حد حابب ان هو يشتغل او يرسم البورتري لازم يكون عارفه قبل ما يبدأ. اتكلمنا قبل كده عن موضوع المربعات، وان احنا طريقة رسم المربعات دي انا ما بحبذهاش، زي ما انتم شايفين في فيديو كده. دي الدروس اللي كانت نزلت للبورتري، وطبعا لسه بنكمل الكورس، بس احنا وقفنا كده عشان بس نعرف المستوى واصل لفين، وبعد كده نستأنف تاني. الناس اللي معايا ما شاء الله عليهم ناس حلوين قوي، ايديهم حلوة، عندهم استيعاب كويس، اشتغلوا معايا وطلعوا نتائج حلوة جدا. انا نزلت لهم بعد ما خلصنا اخر درس من الملامح المبدئية، يعني نزلت لهم صورة البورتري يبدأوا يشتغلوا عليها، ويوروني تطبيقاتهم بقى لكل الدروس اللي فاتت. تقدروا طبعا تشوفوا الكورس كله، اللي مش متابع معايا من الاول تقدروا تلاقوه على القناة. خدنا البورتري بكل اوضاعه، الوضع الامامي والجانبي والثلاث ارباع او التراكار. خدنا ازاي نحرك البورتري نفسه، ازاي ايه الادوات اللي محتاجينها في الرسم. خدنا كل ملمح من الملامح بالتفصيل، وازاي نظلله صح بحيث ان يبقى شكله طبيعي الى درجة كبيرة، وفي نفس الوقت بطريقة بسيطة وسهلة. قبل ما نشوف بقى رسومات الطلاب اللي كانوا معايا، عايزة اقول لكم ان من اهم الحاجات اللي في البورتري ان احنا نحاول على قد ما نقدر ان احنا نرسمه من الطبيعة. يعني حد قاعد قدامنا، سواء حد من اسرتنا او حد عايز يترسم او موديل، ايا كان حد بنرسمه من الطبيعة، ده من احسن الحاجات اللي هتقدر تعلمنا بورتري صح. يلي على طول موضوع الصور الطبيعية مش المرسومة. دي الصورة انا نزلتها لهم عشان يبدأوا يشتغلوا عليها، هوريكم تطبيقاتهم، هوريكم لكل طالب اول تقريبا درس، او كان ده كان التالت درس تقريبا للبورتري على الشمال، وعلى اليمين تطبيقهم للبورتري. ولسه طبعا زي ما قلتلكم احنا مكملين بعد كده، اتفرجوا على رسوماتهم واحنا بنتكلم. قلت لكم ان ليه رسم الطبيعه طبعا افضل من الصور وافضل من الرسومات المرسومه. الرسم الطبيعه زي ما انتم عارفين بيبقى مجسم قوي، احنا اللي بنبدا نلخصه واحنا بنرسم، نلخص الملامح او بنختزلها لخطوط معينه. نفس الكلام في اي حاجه حوالينا، لكل ما الحاجه بتبقى في صوره او مرسومه كل ما بتبقى متلخصه اكتر، فاحنا بنلخص التلخيص فبيطلع معانا الشغل مش بالنتيجه اللي احنا عايزينها قوي. تاني حاجه كمان، لو تفتكروا احنا كنا قبل كل درس بننزل تدريب صغير كده، ده مهم جدا ان احنا نمرن ايدينا كويس قوي قبل ما نرسم، نقعد نعمل خطوط، نعمل دوائر، نعمل اي حاجه ان هي تمشي ايدينا كويس قبل ما نشتغل. كمان حاجة لاحظتها ان في ناس بتكسل تطبق النسب. انا درست النسب الصح، عرفتها كل الكلام الجميل دوت، ببدأ اكسل ان انا اطبقها، اجي ارسم في البورتري بقى ما بعملش بقى ما اقسمش الوش لخطوط واحط مكان العين وكده، لا بروح راسم برضو على طول. ده يبقى احنا زي ما قلتلكوا قبل كده، ما بني على باطل فهو باطل. يعني احنا بنبدأ البورتري بنحط الملامح في المكان ان احنا مش واثقين ان هو مظبوط، فبالتالي بيبقى الشغل عندنا مش مظبوط وبنضيع وقت على الفاضي. فبالتالي لازم ان احنا نكون مظبطين الاوت لاين مظبوط جدا قبل ما نبدا اي تظليل، عشان مش هنقدر بعد كده نصلح بعد ما نظلل. الاسهل ان احنا نصلح الاخطاء وهي اوت لاين لسه. لما نبدا بقى في التظليل بنظلل بمزاج شويه، ما نستعجلش، كل ما بنبقى عايزين الحاجه احسن كل ما نشتغل بهدوء وبمزاج. لو احنا مش قادرين دلوقتي او مستعجلين فلا، نسيب الرسمه خالص ونبدا نظلل لما يبقى عندنا الوقت. طبعا بنبقى متصورين الشكل النهائي اللي هنلاقيه عليه البورتريه بتاعنا عشان نقدر نوصل للشكل اللي احنا عايزينه.
لازم نراعي كمان مكان البورتريه ونسبه في الورقة اللي احنا بنرسمه فيها. يعني ايه؟ يعني في قواعد معينة او اشكال معينة للتصميم ان احنا اللي نحط فيه البورتريه نفسه، سواء بقى المساحات الفاضية اللي في اللوحة، او سواء كنا هنعمل له خلفية، هنعمل معاه الرقبة بالكتاف بجزء من الجسم، ولا بورتريه الراس بس بالرقبة، ده كله بنحدده وبنبدأ ان احنا نحطه في مكانه، بحيث ان التصميم يبقى متوازن عندنا في اللوحة بتاعتنا، ما يبقاش شكله هيقع ولا شكله غلط. ده هنعمله في فيديو ان شاء الله منفصل، هوريكم الاماكن الصح او التصميمات الصح اللي ممكن نحط فيها البورتريه. يا رب اكون قدرت افيدكم شوية، ويا ريت نراعي كلنا النقط اللي انا قلت عليها ديت، وناخد بالنا منها كويس عشان نقدر نوصل لمستوى كويس في رسم البورتريه. ده شغلي، مش بشتغل كتير قوي في البورتريه، فيعني ده الصور اللي لقيتها. يا رب يكون عجبكم، وما تنسوش بقى تعملوا سبسكرايب للقناة ولايك وشير الفيديو، حطوا لي كومنتاتكم وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، واشوفكم في فيديوهات تانية في تكميل لكورس البورتريه بإذن الله.